بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أقامت مدرسة طيور الأمل احتفالاً للطلاب السوريين في منطقة البداوي شمال لبنان. الاحتفال تضمن ألعاباً للتسلية بالإضافة إلى وجود شخصيات كرتونية ومسابقات بين الأطفال المشاركين. صراحة فكرة الكرمس يعني انطلقنا منها من المرة الماضية وشفنا قديش كانت تجربة رائعة من إنه لتعود طلابنا عن الفرح والسعادة اللي انحرموا منهم على مدار الخمس سنوات من الفقدان، يعني كلاجئين في بلاد الغربة، حتى في الداخل، حتى في كل بلاد العالم الطفل السوري ما عاد شعر بطفولته. يعني لذلك هي كانت التجربة الثانية لنا، يعني والحمد لله قمنا فيها بشكل مجاني لجميع أطفال المنطقة الموجودين هون. ومثل يمكن انتم شفتوا، ممكن هلا تشاهدوا بالصور، يعني قديش الحمد لله رب العالمين السعاده ارتسمت على وجوههم وقديش كان حدث عظيم، يعني وبتمنى ان كل المدارس تكرره. يعني على الرغم من اجواء الحرب التي حرمتهم من الاحتفال في وطنهم، الا ان الاطفال اكدوا على حقهم في ممارسه حياتهم بشكل طبيعي كسائر اطفال العالم، واملوا ان يحتفلوا العيد القادم في وطنهم سوريا. الحرب منعتنا انه نفرح ونلعب بسوريا، قام جينا لهون على لبنان، وهذا صار ثاني كرمس مدرسه طيور الامل تعملنا اياه، ونحن مبسوطين كثير كثير، وبتمنى انه نرجع على سوريا ونفرح ونلعب مثل ما هلا نحن فرحانين. الكرمس مهم كثير لاطفالنا، خصوصي صار لهم خمس سنين ما حسوا بهالفرحه، فهالكرمس حسسهم انه لساتهم هن بفرحتهم، رجع لهم الفرحه لعيونهم، ل يحسوا بطعمة العيد شو هي، الفرحة شو هي، العيد الماضي وهذا العيد الحمد لله. وعلى الرغم من الظروف المؤلمة التي يمر بها السوريون في بلاد اللجوء، أتت هذه المبادرة التي ليست الأولى من نوعها لتعطي الأطفال أملا في غد مشرق وليكونوا بناة سوريا المستقبل. الأطفال الذين شردتهم الحرب أبوا إلا أن يعيشوا فرحة العيد وأن يتمتعوا بطفولتهم التي حرموا منها في وطنهم سوريا. من شمال لبنان، فاطمة عثمان، أورينت نيوز.